بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا أدري كيف يسكت الاتحاد الأوروبي على رومانيا وهي بتتعامل بقانونها بهذا الشكل مع أندرو تيت. إيه اللي حاصل مع أندرو تيت والشباب، والموضوع وصل لحد فين، أو بالأحرى الوقاحة وصلت لحد فين؟ ده اللي هقول لك عليه النهاردة، فخليك معايا واوعى تنام مني. الكل يتآمر علي. انا حكيت لكم من قبل على قصة أندرو تيت وانه هو معتقل في رومانيا بتهمة الاتجار بالبشر، وعلقت قبل كده وقلت لك يعني كل رومانيا ما فيهاش حد بيعمل اتجار بالبشر الا أندرو تيت اللي هو ما بيعملش اتجار بالبشر، هما طبعا متلككين له ومعتقلينه. وايه المفاجآت بقى اللي حصلت في القضية؟ خد عندك يا سيدي، اول مفاجأة ان بعض البنات اللي ادعوا على أندرو تيت وتسببوا في اعتقاله تراجعوا عن اتهامه وقالوا احنا الكلام اللي قلناه كله ملوش اصل ولا اساس في الواقع، واحنا كان مضغوط علينا عشان نتهم أندرو تيت هذه الاتهامات. طبعا دي لوحديها المفروض ان هي تسقط القضايا ويبقى معروف ان هناك مؤامرة وان هناك استدراج، ويعني المسألة دي لوحديها كفيلة بان هي تقلب القضية لصالح أندرو تيت وعلى البنات، والمفروض ان المدعي العام يحقق مع البنات ويشوف مين اللي وراها وكذا. مفيش اي حاجة من دي حصلت ولا حتى افرجوا على عن أندرو تيت. المحامي بتاعه طلب الافراج عنه، رفضوا الافراج عن أندرو تيت. ليه يا عم؟ قالك لانه هو احنا من خلال التنصت على المكالمات بتاعته وهو في السجن، فاحنا يعني تأكدنا انه هو سوف يفر من البلاد لو افرجنا عنه. طبعا ده كلام فاضي بمعنى الكلمة. ليه بقى؟ لانه هو لو هم عايزين يفرجوا عنه فعلا وخايفين فعلا خوف حقيقي من الموضوع ده، ممكن ان هم يحطوا له حاجة اسمها الحلقة او الرينج في رجليه من تحت، زي الخلخال بتاع زمان كده، بيتحط خلخال او رينج قوية جدا، والرينج دي بتبين هو فين في اي لحظة من الليل او من النهار، ولا يمكن بحال من الاحوال ان هو يهرب. يعني وقت ما يحبوا يجيبوه من اي حتة هم عارفين هو فين بسبب الحلقة اللي هو لابسها في رجله دي. دي يعني دي اصلا الف وباء في عالم ايه، في عالم السيطرة على المجرمين. وانا طبعا عارف ان هو بريء، ما هوش مجرم ولا حاجة، لكن انا ذكرت لك الموضوع ده عشان اقول لك لو هم عايزين يفرجوا عنه يفرجوا عنه بالرنج ويقولوا له انك انت مثلا ما تخرجش من بيتك بعد الساعة 7 مساء او كده. وفي كمان موضوع اخر او حل اخر، الحل الثاني ان هو اصلا أندرو تيت عنده البودي جارد بتوعه، فممكن الشرطة الرومانية تعمل يعني شركة حراسة، تستعمل شركة حراسة على أندرو تيت، وأندرو تيت يدفع التكلفة، مش هيقول لا. ودي برضو ما اعتقدش ان هم ممكن يعملوها. طيب هم عايزين منه ايه؟ هم قاعدينه في السجن ليه ومنتظرين ايه؟ انا هقول لك يا ابو الشباب، اول شيء تحط في اعتبارك ان هم بيحاولوا يعملوا مساومة مع أندرو تيت داخل السجن، دي تحطها في اعتبارك. طيب هم عايزين ايه من المساومة؟ ما هو خرب الدنيا في دماغهم، يعني هو الوقت هيطلب منه بشكل او باخر ينفذ برنامج، بحيث ان البرنامج اللي هو ينفذه ده يصلح شوية من اللي هو خربه في دماغهم، وأندرو تيت مش هيعمل كده، وأعلنها مش هيعمل كده، وحتى أعلنها قالك الحل في الآخر يعني معايا القتل، ولكن قتلي صعب، قتله صعب على فكرة، مش لأنه هو عضلات وقوة وكده، قتله صعب لأنه المنهج بتاعه انفلت، يعني هم أغلقوا عليه جميع مواقع التواصل الاجتماعي كلها بدون استثناء. لكن في مشكلة بقى حصلة، إيه هي؟ ان الفيديوهات بتاعته اللي هو نزلها على مدار كام سنة اللي فاتوا دول، الشباب في امريكا والشباب في الدول الناطقة بالانجليزية حتى في بعض الدول الاوروبية نزل الفيديوهات بتاعته يعني بشكل او باخر، وممكن على فكرة يكون في لعبة مخابراتي كمان في الموضوع. ازاي؟
يعني ممكن تكون الروس، المخابرات الروسية والمخابرات الصينية منزلين برضو فيديوهات، بل أكيد منزلينها وبعد كده بينشروها بأسماء وهمية على حسابات وهمية وكده، لأنه ده بيصحي المجتمع الأوروبي، والمجتمع الأوروبي لما يصحى هيوقف الحكومات الأوروبية وهيهدد الحكومة أو حكومة الدولة العميقة في أوروبا اللي هي مش ظاهرة. أنا بقول لك دايما تحط في اعتبارك حاجة، إن الرؤساء والزعماء اللي أنت بتشوفهم دول على الساحة في أوروبا وأمريكا دول عبارة عن طراطير، والدليل على إن هم طراطير إنهم مش فاهمين حاجة. أنت شوف بوريس جونسون قبل ما يستقيل كان بيهبل بيقول إيه، شوف ترامب اللي مش عارف الحدود مع الصين قد إيه، والصين لها حدود مع مين، ودي أكبر عدو بيهدد أمريكا الوقتي، مش عارف أصلا هي فين. شوف يعني ده كوارث بقى، يعني كوارث، ما مش عايز أخرج عن الموضوع. فالخلاصة التلاطير اللي انتوا بتشوفوهم في الإعلام دول شيء، وحكومة الدولة العميقة في العالم الغربي شيء تاني، وهمزة الوصل بين حكومة الدولة العميقة في العالم الغربي وبين الحكام التلاطير دول هم قادة الإعلام الكبار زي مردوخ كده، وطبعا قادة المخابرات الكبار، ودي ما تشكش فيها لحظة. خليني أرجع لموضوعي، أقول لك إن الوقت الفيديوهات بتاع أندر تيت أثرت في الشباب، الشباب صحي وانتبه، طبعا مش بشكل كامل لكن لسه يعني بيقول لك إيه، وأن أكبر النار من مستصغر الشرري، فهم الوقت حتى ده ما بقاش مستصغر الشرري كمان، ده بقى معروف بشكل كبير وكان عنده متابعين بشكل مهول جدا، والوقت فيديوهاته بالمئات أو قل حتى بالألاف هنا وهناك، وكل العالم الناطق بالإنجليزية يعرف أندر تيت وبيتكلم عليه وبيشوف فيديوهاته وبينتبه وكده. فطبعا هناك بقى المساومات إن هو يعمل إيه عشان يرضي هؤلاء، ولا هم هينتقموا منه لأن مفيش حاجة يقدر يعملها، ولا العملية ماشية ازاي، ده اللي صعب ان احنا نوصل له. قرار الاعتقال الاداري بتاع أندر تيت المفروض هينتهي يوم 29 مارس اعتقد، وانا اعتقد لما ينتهي ممكن يجددوا له كمان لاي سبب من الاسباب، او يودوه عند قاضي يجدد له مثلا مدة تانية او كده. على فكرة يا جماعة رومانيا دي من دول البزراميط، يعني حتى مش من دول الموز، من دول البزراميط. اللي خلاني أنا أقول لك وأنا مرتاح الضمير إن أوروبا وأمريكا نفسهم القضاء مسيس، دي تحطها في اعتبارك. لكن إيه اللي بيحصل، مش كل حاجة في القضاء بيدخلوها مش كل حاجة في القضايا بيدخلوا فيها السياسة، يعني عندهم حياء شوية كده، بس يعني بيفوتوا لك القضايا الصغيرة وكده. لكن قضايا زي مثلا بتاع أندر تيت ولا قبلها بتاع مالكوم إكس ولا بتاع مش عارف مين، مستحيل حد يفوت فيها أي حاجة، لأن هم بيعتبروها خطوط حمراء، لأنه واحد زي أندر تيت ده هيعمل لسه اللي مالكوم إكس ما قدرش يعمله، برغم أنه هو ما عندوش فكرة زي مالكوم إكس، لكن عنده التجارب الشخصية وعنده التقارب والتفاهم اللي بينه وبين الشباب في أوروبا، والشباب في أوروبا وأمريكا طبعا بيحبوا الإنسان العضلات اللي كان بقى لعيب بوكس ومش عارف إيه ومشهور، وبيتأثروا بكلامه وبيفكروا في كلامه ونفسه يقلد الشخصية دي. يعني هو في الحقيقة أندر تيت شخصية خطيرة جدا على المجتمع الغربي. ايه اللي هيحصل الله اعلم، هيصل معه الى حل ان هو مثلا يخرج وما يتكلمش، او ان هو هيتكلم في حدود معينة، او ان هم هيخرجوا في النهاية أندر تيت براءة على اساس يهدموا في اذهن الشباب الناطق بالانجليزية صورة. ايه هي الصورة دي؟ الصورة دي اللي هو أندر تيت نقلها زمان، قال لك انه هم في نهاية المطاف ممكن يقتلوني، مش هيلاقوا حل غير كده، ولكن قتلي صعب، يعني هيكلفهم كتير، يعني هيشعر وهيخلي المشكلة تتعقد أكتر، فهم يعتقلوه بعد كده يفرجوا عنه، فيبدأ الشباب يتكلم مع نفسه من جديد، وطبعا هيطلع الإعلام الصهيوني يسمم الأفكار،
ويقول هذا أندرو تيت اللي اتهم القضاء واتهمنا ويؤمن بنظرية المؤامرة. هذا أندرو تيت يا أبو الشباب بعد ما الإجراءات القانونية أخذت مجراها وطلع بريء، القضاء في رومانيا برأوا. وأنا وأنت ما بنصدقش الحاجات دي، بس العقليات بتاع الشباب في أوروبا بتصدق الحاجات دي للأسف. على فكرة حكاية التنصت على مكالمات أندرو تيت وهو في السجن دي مسألة عبيطة، يعني واحد بيجي يلفق كلام، بيلفق كلام أهبل. يعني هو أندرو تيت مش عارف إن هو وهو بيتكلم في التليفون من السجن يبقى التليفون مراقب؟ أندرو تيت الذي لا يثق في أي حكومة غربية أبدا، وقال فيه ما قال، وهم نفسهم بيقولوا عليه إنه بتاع نظرية مؤامرة، هل هو هيثق في التليفون بتاعهم ويتكلم وبعد كده يخطط من خلال التليفون إن هو سوف يتآمر لأنه هو يهرب وكده؟ إيه الهبل اللي الشرطة الرومانية بتقوله ده؟ على فكرة الهبل اللي الشرطة الرومانية بتقوله ده ممكن يقدموه للقضاء والقضاء يوافق ويجدد له اعتقال فيما بعد 29 مارس، والله أعلم. الله أعلم، إن شاء الله رب سبحانه وتعالى يفرج عن هذا الأخ. نسأل الله السلام لنا ولكم وله، والسلام عليكم.